الحمد لله العفو بالغفور العليم بذات الصدور، سبحانه حث عباده على تحري الصدق فاجتنا بقول الزور، وجعل قول الحق على الإيمان دليلا وإلى رضوان الله ومحبته طريقا وسبيلا. أما بعد، أريد أن أخطب أمام حضراتكم خطبة قصيرة وجيزة حول الصدق والكذب. فيا عباد الله، الصدق أس الفضائل ورأس الأخلاق، من تخلق به تحلى بكل فضيلة وخلص نفسه من كل رذيلة. فكما لا يجتمع ضلال مع هدى وظلام مع نور، لا يجتمع صدق مع باطل وكذب وزور. فالصدق نور وهداية يأخذ بصاحبه إلى أنبر غاية وأسعد نهاية، والكذب ظلم وجهالة يأخذ بصاحبه إلى أحقر غاية وأسفل نهاية. فيا إخوة الكرام، إن الله تعالى وصف رسله وأنبياءه بالصدق، رغم أنهم في جميع الأخلاق الزاقية القمة وفي كل الصفات الراقية منارة. ومن أبرز الصفات التي تتميز به الأنبياء هي صفة الصدق، كما يشهد به تبارك وتعالى في فرقانه الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وهكذا وصف الله عز وجل عباده المخلصين بالصدق وأمر به، حيث يقول: والصادقين والصادقات. ثم بين جزاءهم عند ربهم فقال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إضافة إلى ذلك، يحرضنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن نتحلى بالصدق في أقوالنا وأحوالنا، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. إياكم الكذب يا عباد الله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب صفة الكفار والمنافقين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آلة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم بالكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. إخواني الكرام، لا بد لنا أن نتحلى بصفة الصدق ونربي عليها أبناءنا ونشيعها في مجتمعنا حتى تكون من سجياتنا ونسمو بها إلى أعلى الدرجات وأقصى الغايات. وأن نتخلى عن صفة الكذب وشناعتها، لأن الكذب ريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنية والكذب ريبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بالصدق ويحفظنا من الكذب. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.